الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا أدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان المدن الصناعية المتخصصة نقلة نوعية على طريق التنمية. سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة والرائدة والتي توجد في مصر، كما أوضح هذا التقرير مدى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أشار التقرير إلى مدينة روبيك للجلود والتي تتضمن مدبغة نموذجية تتوافق مع معايير المدابغ العالمية، وأيضا مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية الذي يعد نواة للصناعات البلاستيكية. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع رئيس إحدى الشركات الألمانية التي تعمل في مجال التعدين فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركة في مصر في مجال التعدين والصناعات المكملة، في ظل رغبة الشركة في إنشاء مصنع لإنتاج مركب السينايد صوديوم الذي يستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور. خلال اللقاء أكد الملا أنه في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب في مصر، وفي ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل في هذا المجال الواعد في مصر، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة جدوى إنشاء مثل هذه المصانع والتي ستوفر منتجات تستخدم في نشاط التعدين. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم في ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب وسط تداولات تجاوزت ما قيمته 2.4 مليار جنيه، وقد ربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 0.8% ليصل ويحقق 17763 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفع بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وقفز مؤشر EGX100 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وبدد التراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين كأكبر مستورد للخام في العالم. وتقرير آخر أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفعت فيها العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.88% ليصل ويحقق 86.93 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.18% ليسجل 83.09 دولار. صعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.21% لتصل إلى 3.11 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.87% لتسجل ما قيمته 2.94 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والجنيه الاسترليني ورابع وأربع عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.15% إلى 102 من النقاط، وذلك في التعاملات الآسيوية، كما زاد اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.9 دولار، بينما صعد الاسترليني ب 0.14% ليصل إلى 1.28 للدولار. ارتفع الدولار الاسترليني بما قيمته 0.3% ليصل إلى 66 دولار، بيعد
هذا هبوط بعدما هبط لأدنى مستوياته منذ أول يونيو عند 65% للدولار. ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة والتي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خفضت الحكومة الإيطالية من مواقفها أزاء ضريبة جديدة على البنوك. ارتفع المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية 1% ليلة أمس ليحقق ويلامس أعلى مستوياته في أسبوع، وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، كما ارتفعت أسهم عدد من البنوك الإيطالية ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين في مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة كبيرة في إنعاش الطلب. قطع المؤشر نيكي الياباني مكاسب استمرت لثلاث جلسات متتالية مع تراجع أسهم بقطاع البنوك. انخفض المؤشر ب 53%، كما هبط المؤشر التوبكس الأوسع نطاقا ب 4%. يتزايد الحذر من جانب المستثمرين في بورصة اليابان قبل صدور بيانات عن التضخم الأمريكي. انخفض معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الهند بنسبة 33%، وذلك في وتيرة أسرع من المتوقع في 14 عام مع تكثيف توليد الطاقة المتجددة وزيادة مساحة الغابات. تسير الهند بخطى جيدة نحو الوفاء بالتزام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 عن المستوى الذي كانت عليه في 2005، وهذا هو أسرع معدل لخفض الانبعاثات حتى الآن، يعود إلى حد كبير إلى توجه الحكومة الهندية نحو مصادر الطاقة المتجددة حتى مع استمرار الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري في ظل الجمع بين مصدري الطاقة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام ونهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع دينا وأدا. شكرا لك مصطفى.